السلسلة السوداء تعود من جديد، مرسيدس AMG GT Black Series. وللي ما بعرف، البلاك سيريز هي باختصار السيارات الأخف والأقوى والأكثر تركيزا على الأداء وتحديدا على الحلبات بين سيارات مرسيدس بنز. للي بدهم ياخذوا الموضوع باختصار، خليني أعطيكم زبدة الموضوع. محرك 4000 سي سي V8 Twin Turbo Charger بقوة 730 حصان و 800 نيوتن متر من عزم الدوران، تسارع من 0 ل 100 2.8 ثانية، والأهم تسارع ل 200 كيلومتر بالساعة في أقل من 9 ثواني، سرعة قصوى 325 كيلومتر بالساعة، وسعر 335 ألف يورو. للي بدهم ياخذوا معلومات أكثر خليكم معنا وركزوا معي، لأنه راح نحكي بشغلات كتير تقنية هلا. خلينا نبلش مع المحرك قلب السيارة النابض، محرك AMG الشهير 4000 سي سي V8، ولكن مرسيدس بتدخل عليه تعديلات كتير كبيرة لدرجة انها اعطته كود خاص او رمز خاص بالمحرك، هو M178LS2. هذا المحرك عرف تعديلات كتير كبيرة بالمقارنة مع محركات AMG اللي بنعرفها من اول. اهم التغييرات الكرانكشافت. بالعادة الكرانكشافت لو بتطلع عليه بشكل أفقي بتلاقيه بشكل كروس، بشكل زائد، ولكن مرسيدس أخذت الوضعية اللي بسموها الفلات بلين كرانكشافت، بمعنى لو حطيت الكرانكشافت على سطح مستوي راح تلاقيه تقريبا مسطح. هاي الوضعية مستمدة بشكل مباشر من سيارات السباقات، وتختلف من ناحية كيف تنوصل البيستنز أو المكابس جوا السلندرات بالكرانكشافت نفسه. الفكرة زيادة فعالية الاحتراق جوا السلندرات، وزيادة تجاوب المحرك والسرعة اللي بترتفع فيها مستوى الدوران فيه. وطبعا مرسيدس غيرت الكامشافت وغيرت الصمامات وغيرت كتير أشياء في المحرك حتى ترفع قوته لهاي الدرجة. المحرك برضو بيحصل على نظام الزيت الخارجي أو الدراي سامب لوبريكيشن، هذا برضو نظام معروف بسيارات السباقات، وبتحصل على اكزوست مانيفولدز أو مخارج عادم جديدة، بحيث انه غازات العادم غازات الاكزوست تطلع بشكل اسرع من المحرك، وبالتالي بتجاوب بسرعه اكثر مع دواسه الوقت. النتيجه زي ما حكينا قوه 730 حصان تتوفر عند مستوى دوران 6700 دوره بالدقيقه، بينما عزم الدوران بيوصل ل 800 نيوتن متر، تتوفر بالكامل من مستوى دوران 2000 دوره بالدقيقه فقط. قوة المحرك تنقل حصرياً للعجلات الخلفية عبر علبة تروس أو جير بوكس 7 DCT دبل كلتش ترانسميشن، عبارة عن جير بوكس بكلتشين بيمتاز بسرعة التغيير صعوداً ونزولاً بتقنيات مرسيدس طورتها بسباقات الجي تي 3 اللي بتشارك فيها مع طراز AMG GT. علبة التروس اللي بيميزها إنها موجودة على المحور الخلفي بوضعية اللي بسموها الترانس أكسل، بمعنى أنه الجير موجود بين العجلات الخلفية ومش متصل بالمحرك بشكل مباشر. عملية نقل القوة من المحرك للجير بتتم عبر الإشي اللي بسموه التورك تيوب، هو عبارة عن أنبوب من الكربون فايبر داخله موجود الدرايف شافت اللي بنقل القوة من المحرك لعلبة التروس. من ناحية التصميم الخارجي، مرسيدس اتبعت الفلسفة اللي هي Form Follows Function، بمعنى أنه الشكل يتبع الغاية. فتصميم السيارة ما كان هدف منه أنه تصمم سيارة جميلة، لا، الهدف منه أنك تصمم سيارة بأعلى فعالية انسيابية، وهذا إشي كتير واضح لما تتطلع على السيارة من النظر الأولى بكل هاي الوينجات والأجنحة الموجودة عليها. بالمقدمة فتحة التهوية كتير كبيرة مع الفتحات الجانبية، هاي مستمدة بشكل مباشر من طرازات الجي تي 3 المشاركة بالسباقات، الهدف انك تفوت اكبر كمية هواء لتبريد المحرك وتخليها تطلع من السيارة باسرع وقت ممكن. عشان هيك بنشوف الفتحات هاي الموجودة في غطاء المحرك اللي بتطلع الهواء بعد ما يدخل على الرادياترات او المبردات، بيطلع فوق غطاء المحرك وبطلع فوق الزجاج الأمامي بطريقة مدروسة بشكل كتير كبير، لأنه مرسيدس وضعت السيارة بالنفق الهوائي بالوينتر الخاص فيها وطورت كل عوامل الانسيابية تبعتها هناك. برضو في المقدمة نشوف هاي الأجنحة الصغيرة على الزوايا اللي الهدف منها تثبيت مقدمة السيارة والتحكم بسير الهواء حول جوانب السيارة. الهواء اللي بدخل على السيارة بطلع برضو من الفتحات هاي اللي شايفينها فوق أقواس العجلات، الهدف هنا أنه ما يصير فورتكسز أو دوامات هواء داخل أقواس العجلات، فالهواء بطلع من هاي الفتحات بشكل مدروس
بدون ما يأثر على انسيابية السيارة. وهذا الإشي برضو بنشوفه بالفتحات اللي موجودة خلف العجلات الأمامية اللي بتتحكم بسير الهواء على جوانب السيارة. برضو إذا بنطلع على المقدمة وتحديدا في الأسفل بنشوف هذا الجناح الصغير اللي بسموه السبلتر، الجناح الأفقي اللي ممكن إنه يمتد طوله أو تزيد سماكته. الهدف منه التحكم بسير الهواء تحت مقدمة السيارة وتحت جسم السيارة. ليش بدنا نتحكم بالهواء تحت السيارة؟ لأنه الهواء السريع ضغطه أخف من الهواء الساكن، فبالتالي كل ما الهواء تحت السيارة مشي بسرعة أكبر بخف ضغطه، وبالتالي ضغط الهواء في الأعلى بيصير أكبر بضغط السيارة للأسفل، وهذا اللي بنسميه الداونفورس أو قوة الهواء الضاغطة من الأعلى إلى الأسفل، واللي طبعا بتزيد من تماسك السيارة. لهذا السبب مرسيدس اهتمت كتير بسير الهواء تحت السيارة، عملت أنفاق خاصة برضو مدروسة في نفق الهواء حتى تتحكم بسير الهواء تحت السيارة إنه يمشي بأسرع سرعة ممكنة ويخرج من مؤخرة السيارة بأسرع سرعة حتى يزيد الداونفورس. حتى لو نطلع على جوانب السيارة بين العجلات الأمامية والخلفية بنلاحظ إنه السيلز أو العتق اللي تحت عتبات الأبواب، هذا المقطع تم إعادة تصميمه والهدف التحكم بسير الهواء جنب السيارة ومنع الهواء الجانبي إنه يدخل تحت السيارة ويتدخل مع الهواء اللي داخل من المقدمة. طبعاً الهواء زي ما حكينا بيطلع من الخلف من هذا الديفيوزر العملاق اللي هو موزع الهواء أو مشتت الهواء في الخلف، اللي بيخلي الهواء يطلع بسرعة من مؤخرة السيارة، وبالتالي بيزيد ضغط الهواء من الأعلى للأسفل. طبعاً ضغط الهواء هذا اللي بيسببه اللي هو الجناح الخلفي العملاق اللي شايفينه على السيارة، مكون من طبقتين ومصنوع من الكربون فايبر. الطبقة السفلية الهدف منها التحكم بسير الهواء حول جسم السيارة، بينما الطبقة العلوية هي اللي بتولد قوة الداونفورس للأسفل. اللي بيميز هذا الجناح إنه هذا الجناح العلوي ممكن إنك تتحكم بزاويته بمقدار 20 درجة. ليش؟ عشان إحنا لما بنزيد زاوية الجناح بنعمل داونفورس أكتر، وبالتالي بنزيد من تماسك السيارة، ولكن هذا الإشي بيكون على حساب السرعة القصوى وتسارع السيارة في الخط المستقيم. فالفكرة هنا إنه هذا الجناح بياخد أكبر وضعية إله في المنعطفات وعند الكبح، ولكن لما تتسارع السيارة وتوصل لسرعات عالية برجع مرة تانية للوضعية الأفقية، وبالتالي ما بيأثر على الدراج أو مقاومة الهواء للسيارة، بخفف منها وبتزيد سرعة السيارة لبين ما مرة تانية تضغط على المكابح بقوة أو تدخل منعطف، برجع مرة تانية بياخد الوضعية بالزاوية القصوى إله حتى يولد التماسك المطلوب للسيارة. طبعاً لما عم نحكي على تماسك السيارة لازم نحكي على نظام التعليق، وهنا مرسيدس غيرت نظام التعليق في الـ AMG GT Black Series بشكل كتير كبير بالمقارنة مع الطرازات القياسية. طبعاً النظام لسه عنده الـ Active Ride Control اللي هو بتحكم بقساوة الشوك أبزوربرز أو ممتصات الصدمات وبارتفاع السيارة، ولكن الأهم من هذا إنه مرسيدس تعطيك القدرة إنك تتحكم يدوياً بزوايا الكامبر للعجلات. الكامبر هي الزاوية بين الطريق والزاوية العمودية للعجلة. هذا الزاوية ممكن انت تخلي العجل يميل، وهي كتير بتشوفوها بسيارات السباقات انه بيكون العجلات تبعتهم مايلة لجوه من الجهة العلوية. السبب ان السيارة لما بتكون بالمنعطفات وبتميل لبرا، هاي الزاوية بتصير مرة تانية زاوية مستقيمة، وبالتالي بتعطي العجل التماسك الاقصى، ولكن مشكلتها انها بتأثر على سير السيارة في الخط المستقيم. فبالتالي انت بتحاول دائما تلاقي عيار الكامبر المناسب على حسب الحالة اللي بتكون عليها، ومرسيدس تعطيك الخيار للعجلات الأمامية والخلفية انك تتحكم بزوايا الكامبر. اشي تاني ممكن تتحكم فيه هو الانتي رول بارز او عمدان التوازن او عمدان منع التمايل. هذا العمود اللي بوصل بين جهتين التعليق بين العجلات اليمين والعجلات اليسار. هذا العمود ممكن تتحكم بقساوته، وبالتالي تتحكم بالكيفية اللي بتجاوب فيها نظام التعليق في المنعطفات. فإذا بتخفف قساوته بتخليه ألين في المقدمة، بتصير السيارة شوي تاخد دريفت أكتر مثلا، بينما تزيده في المقدمة تتماسك المقدمة أكتر وتصير تسارع السيارة أفضل، ولكن بسبب عندك أندر ستيف على حسب الحلبة ممكن أنت تتحكم بالأنتي رول بارز هاي وقساوته. لما نحكي طبعا على التماسك برضه لازم نحكي على العجلات والإطارات. العجلات هي فورج ويلز، وزنها خفيف بقياس 19 إنش في الأمام 20 إنش في الخلف،
ليش الفرق بالقياس؟ لأنه بالخلف أنت بدك أكبر عجل ممكن، لأنه كل قوة السيارة بالعجلات الخلفية بدك التماسك المطلوب، بينما مرسيدس فضلت العجلات الأصغر في الأمام حتى تعطي السيارة رشاقة أكثر وتجاوب أكثر، خاصة أنه تقل المحرك بالأمام ممكن يعوض عن التماسك المطلوب. العجلات المتوفرة للسيارة عجلات خاصة مصنوعة للAMG البلاك سيريز من ميشلن بايلوت سبورت كاب، بتيجي بشكل قياسي بالسوفت كومباوند، وممكن هيك انت تطلب للسيارة بشكل كأوبشن انك تطلب السيارة مع اطارات بهارد كومباوند بتقاوم الحرارة بشكل افضل. من الداخل طبعا واضح انه المرسيدس ركزت بشكل كتير كبير على الناحية الرياضية والناحية العملية بالسيارة، ولكن هاي سيارة مرسيدس، فالجلد الموجود هنا نابا ليذر، موجود عندك المايكرو فايبرز القماش المستخدم بالمقصورة من أعلى نوعية، والمقود الرائع التصميم طبعا، كلها بتعكس تركيز AMG على موضوع القيادة الرياضية. ولكن هنا ممكن نركز على شغلة واحدة اللي هي المقابض مثلا زي بتستخدمها للتحكم بنظام التحكم بالتماسك، الكبيرة ممكن تستخدمها وانت لامس الدرايفنج لوكس او القفازات تبعت القيادة اللي بتكون خميلة شوي، فبالتالي انت محتاج انه كل اجهزة التحكم تكون قادر تتحكم فيها وانت لابسهم اثناء القيادة على حلبات. طبعا لما نحكي على نظام التحكم بالتماسك، مرسيدس وفرت نظام فريد للـ AMG GT Black Series، نظام له 9 وضعيات للتحكم بالتماسك. الوضعية الأولى هي وضعية الويت أو القيادة على الطرق المبللة اللي هي بتعطيك أكبر قدر من التماسك والتحكم من السيارة، بينما الوضعية التاسعة بتترك لك مطلق الخيار أنت تتحكم بالسيارة وقدراتها بالبنزين والستيرينج. والوضعيات اللي بالنص بينهم فيها شغلة فريدة، أنه مرسيدس ما بتستخدم المكابح حتى تزيد تماسك السيارة، لا، مرسيدس تستخدم التحكم بقوة المحرك اللي بتروح للعجلات حتى تتحكم بالتماسك، وبالتالي في درجة معينة من انزلاق العجلات دورانها حول نفسها مسموح فيها طول ما انت مسيطر على السيارة، طول ما السيارة عم تتسارع بأفضل شكل ممكن، مرسيدس بتخلي هذا الدوران على العجل موجود حتى تحقق أفضل توقيت ممكن. طبعا كل هاي التعديلات لا شك عم بتخلي الـ AMG GT Black Series واحدة من السيارات المميزة فعلا، ومن السيارات الرائعة أكيد رح تكون للقيادة على الحلبات. ولكن مع سعر 335,000 يورو، احنا عم ندخل هنا في منافسة مع سيارات مثل الفراري بيستا، مثل البورشة 911 GT2، حتى المكلارن LT، سيارات إلها شركات إلها خبرتها في صنع سيارات مخصصة للقيادة على الحلبات وبتأدية رهيبة جدا. طبعا مرسيدس AMG لهم هاي الخبرة، ولكن لو أنت معك 335,000 بتفضل تشتري سيارة AMG Black Series ولا بتفضل تركب مثلا فيراري بكل التاريخ والعراقة تبعتها، أو حتى تأخذ الـ 911 GT2 وتريح راسك وتأخذ أسرع سيارة على الحلبات؟ إن شاء الله ربنا يرزقنا إحنا وإنتوا 335,000 نشتري فيهم سيارة. هاي كانت نظرتنا السريعة للـ AMG GT Black Series الجديدة، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. إذا عجبكم لايك وسبسكرايب وشير، وتابعونا دائما على عالم السيارات على موقعنا عالمسيارات.com وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حتى تضلوا على تواصل مع آخر أخبار السيارات حول العالم. كل عام وإنتوا بخير، ونشوفكم في فيديو جاي.